عليا ان انا رجعت، مش ندمان ان انا رجعت النادي طبعا، ما اقصدش، لا اقصد مشوار ندمان ان احتراف. انا مشوار احتراف، ان الواحد كان نفسه يكمل يعني. بس للاسف الناس بتفهم ان هو رجع مثلا مصر عشان سبب ان هو مش قادر يعيش بره، مش قادر لا كنت في نادي كبير المينتاليتي. اه سبورتنج، سبورتنج عشان لشبونه، الناس بس برضو تفتكر كان رامي من سبورتنج لشبونه، من مظبوط. الانديه الكبيره في البرتغال وعلى حتى المستوى، مستوى العالم كله. قعدت قد ايه يا رامي انا هناك؟ قعدت سنه بس، ما يعني انا من اللي بقول لحضرتك القرارات اللي انا خدتها غلط، ان انا ليه رجعت؟ ما ليه دي الفكره، ان هو كان معايا برضو وكيل اعمال برتغالي، بس يعني الموضوع يعني قال لك هجيب لك نادي، فانا كنت منتظر ان انا مش حابب اقعد احتياطي يعني. ما فيش حد بيحب ما يشتغلش في حاجه هو بيحبها، فانا طبيعي. انا رايح البرتغال عشان العب، ما بقاش موظف يعني، ان انا رايح اتمرن وامشي، انا عايز العب وعايز اثبت نفسي وعايز احقق ذاتي. فما لقيتش نفسي ان انا بلعب، فاتكلمت معاه ان انا محتاج ان انا اروح نادي تاني، ان انا ابتدي مشوار تاني جديد، ما عنديش مشكله ان انا اقلل من مستوى النادي، ما كان عنديش ايه مشكله. رده؟ كان ايه رده؟ وكيل رده اعمال طبعا، برتغالي طبعا، كان ايه؟ كان ايه؟ رده ان هو يعني، وكان معاه برضو ناس مصريين يعني، كان في برضو ناس شركاء معايا مصريين مساعدين يعني. مساعدين. بالظبط كده. فان هو ردوده ان هو هنجيب لك قبل شهر 6، وقبل ما حضرتك فاهم، قبل قبل الفتح انتقال القيد وقبل الانتقالات والحاجات دي، وما تقلقش يعني احنا موجودين معاك. فطلع الموضوع ساكتين ساكتين، وانا طبعا مطمن ان هم بيشتغلوا، لما بتكلميه هو انا شغال فانت بجيب لك، فانا تسكت. ساكت طبعا. فاتفاجئت في الاخر قال لك لا احنا ما عندناش حاجه دلوقتي، والموضوع بقى النادي الاهلي عايز يرجعك، فطبعا النادي الاهلي عايز يرجعك ده طبيعي، وانا اتبسطت طبعا. بس الفكره ان انا عايز اكمل احتراف، عايز اكمل، وبرده في نفس ما الوقت ساعدش. بالظبط، لا هو ما ساعدنيش في حاجه انت بصراحه. ما ساعدش بعد لا كده ما هو لما بالنسبه له الموضوع بقى انا بالنسبه يعني لي بتعامل مع وكيل اعمال، هو بالظبط. اللي بيعمل لي كل حاجه، هو انت اللي كنت طالع لون يا رامي ولا لا كنت لا رايح بيع بيع؟ نهائي. يعني كان الموضوع سهل جدا، بالظبط، لانك سهل ان انا اروح اي حته تانية، وانا واثق ان النادي الاهلي في اي وقت هيرجعني، كده هتقول هيرجعني له لبيتي طبيعي. يعني، دي ما فيهاش نقاش يعني. حتى النادي لما اتكلمنا ما اتكلمناش في فلوس، ايه يا رامي انت عايز تيجي؟ انا عايز اجي. طب يلا خلاص خلصنا، بعتوا ناس على وبعتوا الفلوس طول. وخلصنا يعني، ما كانش فيه نقاش يعني. ده ابن النادي فانا يعني. بالظبط، فانا ما كنت واثق من دي ان انا هرجع النادي، بس اكمل اشوف حظي في حته تانية، مش مشكله بس هرجع للنادي، بس اشوف اكمل يعني. فما حصلش نصيب، بس يعني كنت اتمنى ان انا اكمل يعني. طبيعي طبيعي، كنت بسن صغيره ويمكن دي وقرار هتكلمنا ما في كانش يعني عاجبني موضوع ساعتها، ايجو. لان انا كنت حابب ان انا اكمل الاحتراف طبعا. شاركت في كذا مباراه هناك يعني، ما شاركت في كذا مباراه، بس بعد كده نزلوني للرديف تيم بي، فما كانش كنتش حابب بقى النظام ده بقى يعني، ما كنتش حابب ان انا ابقى في تيم بي وانا المفروض جاي عشان تيم ايه. فالموضوع بقى عندي بقى ان انا مخنوق، ما بقتش مبسوط يعني. يعني طبعا انا يعني الحته ديت ودايما بقول كان لازم تصبر، لو دي مش حقيقة، ما انا بقول يعني لحضرتك قرار غلط. هتفكر فيها طبعا يعني، هو مش قرار غلط ترجع النادي قال لك، لا قرار بس غلط سنة ان انا كتير يا اكمل. كابتن هاني. لا يقول مش كتير، سنة هو بصراحة مش كتير يعني. انا استعجلت برضو، بس انا عشان كنت متضايق كنت يعني. عايز تلعب. بالظبط، انا مش راح دي مشاكل بتقابلنا برضو، صح، ان اللعيبه بتبقى طالعه مستعجله انها تلعب بشكل مباشر. يعني حضرتك كنت شايف ان انا اصبر شويه على تيم بي طبيعي حتى لو بلعب طبيعي تيم بي، طبيعي بس يعني، يعني مفيش اصل مشكله انك هتلعب مع، اصل هتلعب يعني برضو، خلي بالك اصل ثقافه الاحتكاك مش زي برضو تيم ايه، ما بس دي انت الفكره. ضمن ضمن الدايره، ما انت طبعا دلوقتي ضمن ما انت الدايره. محترف، انت محترف هناك، انت راجل جايبينك من مصر محترف، تمام. ممكن جدا رؤيه المدير الفني، لا رؤيته انت ممكن ما تكونش مقتنع بيها، فانزل شويه مع الرديف. انا تمام. لعبت انا في كاز لو لعبت حتى مع الرديف ماتشين، ليه؟ لان كان في فتره شويه كان اصابه، وبعدين عشان ارجع اجهز قال لي لا مش هتجهز معانا، اجهز مع الفريق التاني. وقعدت تمام. العب مع الفريق التاني ماتشين ثلاثه لغايه ما قعدت، وبعدين قعدت ماتشين احتياطي وبدات ابدا. تمام. فالموضوع لا يعني للاسف برضو عندنا ثقافه اللعيب المصري شويه لغايه مستعجل. دلوقتي مستعجل جدا، وكمان بقى عنده حته اللي هو خلاص بقى يعني، لو ما نفعش انا كده كده راجع وهبقى وسط مظبوط اهلي مظبوط. فانا بس حته الاهلي دي ما اعتقدش ان في حد كده يعني، اقصد ما اعتقدش ان في حد بيزهق من الاحتراف عشان خاطر مش شايفيني نجم. لا ما فيش الكلام ده، انا رايح شغلي. بس ما حدش نصحك ان زي ما كابتن هاني بيقول انك لا لازم تصبر شويه، تستنى فتره السنه مش كتير، فتره السنه كتير، ما حدش اتكلم
معاك خدت رايه؟ لا اتكلموا طبعا، واخويا اتكلم معايا ووالدي اتكلم معايا انك تصبر شويه، بس نفسيا انت مش مبسوط يعني. هي الكوره عامله يعني نفسيا، انت لو مش مبسوط نفسيا في الملعب هتلعب ماتشات ابحش حياتك هتلعبيها. انك مش يعني تريحيني نفسيا هتلعب وهتلاقي الدنيا ماشيه والامور ماشيه حلو. فانا ما اتبسطتش، ما ارتحتش نفسيا. الثقافه دي اختلفت دلوقتي، انه الناس فكره الاحتراف النهارده اللعيبه عندهم الفكره ده، اللي بيفكروا في الاحتراف بشكل مختلف، بيصبروا، بقت الدنيا مفتوحه اكتر بالنسبه لهم. الفتره اللي انت كنت فيها لا كان في برضو ناس لعيبه كتير كانوا معايا، كان صالح جمعه معايا في البرتغال، بتكلم ان انا اصبر، ان انا ما استنى. هي بتختلف من شخصيه لشخصيه. انا ممكن انا طبعا زي ما كابتن هاني قال لحضرتك ان انا استعجلت شويه، ممكن كان اصبر شويه. عندي في لعيبه دلوقتي في الرديف بيلعبوا في اولمبياكوس وبيلعبوا في 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 هي بس زي ما بقول كرام الحته انك تكسر بيها شويه حته الصبر ديت، لان كمان دي في لعيبه كبار جدا جدا طلعوا ولعبوا ولعبوا في المانيا معايا، بس برضو حته الصبر شويه ما كانتش موجوده. قلت حضرتك ده قرار غلط بس يعني طبعا بالزبط. يعني ده اولا وغير ده نصيب يعني، واحنا كلنا سعداء وجماهير الاهلي سعيده انك رجعت. طبعا انا مبسوط طبعا. انا قلت لحضرتك ان انا كده كده كنت مطمن ان انا هرجع بالزبط. بيتي بس ان انا اجرب بستيب تانية، خطوه تانية جديده، ما عنديش مشكله. فاهم قصدي؟ فدي بس اللي كنت بس ان انا ندمت عليها شويه. عندك خطوه برضو مهمه في حياتك وهي اللعب في المنتخب، وانت